التكست برضو من الحاجات الظريفة في البرنامج، بتسهل عليا وقت كبير. أنا هنا بعتبر إن التكست عبارة عن 3 مقاطع، مقطع عبارة عن حروف ثابتة، والمقطع التاني عبارة عن كاونتر، والمقطع التالت عبارة عن حروف ثابتة. الكاونتر هنا ده الستيب بتاع الكاونتر. على سبيل المثال، لو أنا عاوز أكتب مثلا تكست عبارة عن C1 C2 C3 C4، يبقى الكاونتر بتاعي الستارت 1 والستيب بتاعي 1. هنشوف دلوقتي، أدي C1 C2 C3 C4 بشكل اوتوماتيك. الايه البرنامج بيشتغل معايا. ادوس سبيس او انتر، هيرجع معايا البرنامج تاني. لو انا هنا هبدأ من 1 وعاوز اكتب مثلا حرف الاف في الاخر، والستيب برضو بتاعي 1، واقول انسرت مانيوال، هلاقي ادي C1 F، يعني هنا في حرف F ثابت موجود معايا، C2 F C3 F وهكذا. فالكاونتر اللي هو الرقم الموجود في النص، واللي على الشمال واللي على اليمين، دي عبارة عن حروف ثابتة. طبعا ممكن يكون أكتر من حرف، مش شرط يكون حرف واحد. التكست هايت هنا ممكن أزودها، تمام، زي ما احنا شايفين هي اديت. كذلك التكست روتيشن ممكن أغيرها أو أتحكم فيها زي ما أنا عايز. هي التكست روتيشن C1 C2 C3 F وهكذا. على سبيل المثال، لو عاوز اقسم القواعد اللي قدامي دي واديها مثلا حرف معين، فعندي القواعد المتشابهه، فبشيل هنا علامه الكاونتر بحيث ان انا هدي كل القواعد المتشابهه اللي فوق دي حرف C1، فبشيل هنا العلامه الصح من المربع، وبقول له هنا كده C1 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 وهكذا، هيبقى كله عبارة عن C1. لو أنا عايز أشغل الكاونتر، فبكتب هنا 1 وبكتب اللي أدي المانيوال، هتبقى C1 C2 C3 وهكذا. ده طبعا بيخلي لي موضوع الترقيم للقواعد أو للسملات أو الأعمدة موضوع سهل جدا وسريع. حاجة تانية زي الأعمدة دي، لو أنا عاوز أكتب A1 A2 زي اللي موجودة دي، A3 A4 وهكذا، برضو بيكون الموضوع سهل جدا معايا. كذلك برضو ده عبارة عن قطاع في برج سكني. لو أنا هنا عندي مثلا هنا التكست الموجودة اللي فوق دي عبارة عن EL بلس 33.96، والرقم اللي بعديه بيزيد 3.52 وهكذا. الموضوع ده بيتكرر في كل الأدوار اللي بعدها، تمام. طيب لو أنا جيت هنا وكتبت، خدت المقطع الأول ده كتبته في المقطع الأول هو EL بلس، ودي القيمة بتاعتي اللي هتزيد معايا، وده الحرف اللي برضه ثابت معايا في الآخر، وخليت الستيب بتاعي 3.52 اللي هي المسافه اللي احنا شايفينها دي، المسافه بين كل بين كل دور والتاني. وقلت مانوال تكست، وابدا احط ادي التكست الاول اللي كتب معايا، وادي التاني اهو نفسه، طبعا زاد بنفس القيمه اللي احنا محددين، ادي 41 بالظبط، 41 متر. فعندي مقطع اول ثابت، والمقطع التاني ده الكاونتر بيزيد مسافه معينه. طبعا ابدا افرش الادوار كلها بسرعه جدا زي ما احنا شايفين، مش هياخد معايا اي وقت. برضو لو خدنا الجزء اللي تحت ده اللي هو 9 تي اتش اف ال، وهنلاقي هنا يعني الرقم الاول بس هو اللي بيزيد، واللي بعد كده كله حروف. فهكتب هنا 9، طبعا هنا مش هكتب حاجه خالص، هكتب هنا 9 والستيب بتاعي 1، وهنا هكتب الحروف الموجوده، واقول انسيرت تكست، ادي اول حاجه كتبت، وادي ال10 اهي زي ما احنا شايفين، نفس الحروف 11، نفس التكست اتكتب بدون اي مشاكل اهو، نفس التكست 13 14 15 وهكذا. لو انا عاوز احقق نفس الموضوع ده بس بسرعه اعلى، فاشوف دلوقتي التكست array. انا هنا اشوف الارقام اللي فوق دي عباره عن EL 30 زي ما شفنا قبل كده، فهكتب هنا الرقم المبدئي، وهكتب هنا الستيب بتاعي، وهنا الـ EL او الحروف الثابته، واقول التكست array. هنا بيقول لي اول نقطة عاوز التكست يبدأ منها فين، فبقول له النقطة دي، تمام. الاخر نقطة اقول له النقطة اللي فوق خالص، اخر نقطة عندي فوق، تمام. بيقول لي السبيسنج قد ايه، هقول له 3.52 واقول له اوكي. هلاقي اوتوماتيك البرنامج زي ما احنا شايفين اهو، اداني ادي الـ EL 78، اداني كل التكست اللي احنا
اللي احنا ايه اللي احنا عايزين نكتبها. ادي هي نفس التكست، نفس التكست الموجودة فوق هي نفسها. طبعا بسرعة جدا يبقى انا اديت له سبيسنج واديت له اول نقطة واخر نقطة والمسافة البينية بين كل تكست اديتها له، فالبرنامج فهم ان انا عاوز ازود التكست اللي في النص دي اللي هو الكاونتر بتاعي مسافة 3.52 على كل الايه من اول نقطة لحد اخر نقطة. طب احنا قلنا دي اول نقطة وقلنا اخر نقطة اللي هي اللي فوق، زي ما احنا شايفين نفس الارقام اهو. ادي الرقم 160 68، ادي 160 68 متر. تمام. طبعا مثال تاني برضو لو عندي طريق زي ده وانا عايز اكتب الارقام دي، زي ما احنا شايفين الرقم بيزيد كل 50 متر على الطريق كله، فطبعا ده هياخد وقت كبير جدا من اي حد ايه هيرسم او اي حد هيشتغل في الموضوع. انا باجي هنا بحط هنا الرقم اللي انا هبدأ منه، وليكن مثلا الرقم ده 39500، ايه الزيادة بتاعتي 50، واقول له insert text array. بيسألني عن اول نقطة في البداية، دي اول نقطة. بيسألني عن اخر نقطة، وليكن مثلا النقطة الاخيرة اللي هي دي. تمام. بيقول لي السبيسنج، فبقول له 50 عشان يكرر لي ايه الحاجات دي كل 50. ادي البرنامج حط لي اهو نفس الارقام 41 لحد زي ما احنا شايفين اهو 41 100، واحد ودي 41 50. البرنامج انشأ لي الايه التكست موجودة في نفس مكانها بالظبط، مفيش اي اختلاف. تمام. ادي التكست اهيا اللي تم انشائها 40 70، نفس التكست الموجودة البرنامج انشأ زيها بالظبط، هي 40 650 وهكذا. يبقى انا كده طريق زي ده بمجرد بكليك على الطريق كله بيعمل لي الارقام الموجودة اللي بتدل على المسافات بين الطريق او بتدل حاجة تانية برضو في البرنامج، ان انا اقدر اعمل ريبليس لاي تكست موجودة مهما كان عددها ومهما كان موجودة، يعني موجودة بكمية قد ايه. مثلا لو انا عاوز اغير اي كلمة مكتوبة اسمها living اخليها living rm زي البيت rm دي. تمام. living دي rm، هعمل ايه؟ اجي هنا واقول living، اكتب نفس الكلمة الموجودة دي قال living، واكتب هنا living rm واقول له replace. وهنا البرنامج بيقول select window، فانا بقول له كل الويندو دي. تمام. اي حاجة اسمها living غيرها لي وخليها لي living rm. لو جيت هنا بصيت ادي بقت living rm. تمام. يبقى انا كده عملت replace لكل التكست مرة واحدة، طبعا ده برضه بيوفر وقت كبير جدا.